تدري أن العالم العربي كله محتل إلا غزة إلا فلسطين؟ العالم العربي كله محتل. ما هو الاحتلال؟ الاحتلال إما عسكريا أو غير عسكريا لكي أمتلك قرارك، مزبوط؟ العالم العربي كله قراره ممتلك، شبه كله، شبه كله. في فلسطين القرار، نعم، اليهود زاخمون على 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 الشعب الفلسطيني، لكن لم يمتلكوا القرار الشعب. الشعب الفلسطيني ما زال فيه نضال وجهاد كبير، ولا يسلم بقراره لليهود. لذلك أكثر بلد في حرية لإبداء الرأي مع أنها بتدفع ثمن غالي وفلسطين، رغم طبعا وهم يدافعون عن الأمة العربية والإسلامية. فلسطين بدل أن تدافع الأمة الإسلامية عن فلسطين، ها، يبدو أن فلسطين هي التي ستحرر الأمة الإسلامية. الله أكبر.